مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ويوم جديد وفقره جديده من فقراتنا الطبيه المتميزه وبرنامجكم الطبيب. عايزه اقول لحضراتكم، لما بنيجي نمسك ورقه وقلم ونرسم راجل او ست مثلا، سواء كان طفله بترسم او حد مننا بيرسم، الصوره ما بتكتملش لما نرسم شعر للصوره دي او للراجل او للست اللي احنا رسمناه. اذا الشعر هو اكتمال للمظهر او اكتمال للصوره، حاجه مهمه جدا الشعر. ناس كتير بنشوفهم بيعانوا من الشعر، سواء كان راجل سواء كان ست سواء كان طفله صغيره، مش موضوع محدد بعينه، ولكن في مواضيع كتيره جدا تندرج تحت موضوع الشعر. ممكن تساقط الشعر، ممكن تقصف الشعر، ممكن هيشان الشعر. ازاي نعالج شعرنا يا نور؟ ايه الوسائل الجديده اللي احنا ممكن بيها نعالج شعرنا؟ تمام يا مروه، انت كل كلامك مظبوط. جنب بقى كل المشاكل اللي انت اتكلمتي فيها دي، خلينا نركز مع حاجه مهمه جدا جدا، ان كل المشكلات دي بتسبب مشاكل نفسيه بالنسبه للراجل او للست. على فكره احنا خلينا نتكلم عن الراجل كمان بالذات، لانه الراجل لما بيفقد شعره، هم اصلا بيكون شعرهم قصير، فلما بيفقد شعره او شعره بيقع خلاص بتبان فروه راسه، فبيبان ان هو عنده صلع. وطبعا لما بيكون في سن يعني لسه بدري، لسه عنده مثلا ثلاثينات او عشرينات، بيأثر عليه بشكل مضاعف أكبر أكتر بكتير من لما يكون حد سنه أكبر. الستات بالنسبة لهم طبعا نفس المشكلة، لكن لحسن الحظ إن احنا دايما الحمد لله العلم بيقدم لنا كل يوم تقنية جديدة وكل يوم علاج جديد بيحللنا المشاكل اللي بتكون موجودة حوالينا، وخصوصا لو المشاكل دي صحية. احنا النهاردة هنتكلم عن مشكلات الشعر، وكمان عن أحدث التقنيات اللي توصل لها العلم في إن احنا نقدر نحافظ على شعرنا أو إن احنا نقدر نرجعه تاني زي ما كان. بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيفنا اللي منورنا النهارده واللي هنتكلم معاه في كل الحاجات اللي احنا قلناها. الاول دكتور هاني ثروت، اخصائي عنايه الشعر والبشره. نورتنا يا دكتور، اهلا بيك. منورين بيكم. اهلا بيك يا دكتور هاني، منورنا. وموضوع مهم جدا يا دكتور. يمكن كل الساده المشاهدين دايما بيسالوا، بيبعتوا لنا على صفحتنا عن الشعر، دايما عندهم مشاكل كبيره جدا مع الشعر، خصوصا ان احنا داخلين في فصل الصيف. طبعا مشاكل الشعر كلها. قبل ما ندخل في اي ديتيل زي دكتور، في البدايه حابه اعرف من حضرتك ايه هو تكوين الشعر؟ الحقيقه يا مروه الكلام اللي انت بتقوليه مظبوط، احنا داخلين على الصيف فعلا ومشاكل الشعر كتيره جدا جدا جدا. تكوين الشعر، الشعر عباره عن خليه حيه، اوكي، عباره عن ثلاث طبقات. الخليه الحيه دي كل ما بغذيها كل ما بتكبر، لو انا قللت الغذاء بتاعها الشعريه بتبتدي تضعف وتتكسر ويظهر مشاكل كتير قوي. اهم طبقه من مكونات الشعر اللي هي الطبقه الثانيه، اللي هي طبقه البروتين. فالبروتين وجوده في الشعر مهم جدا، بيمثل تقريبا اكبر نسبه اللي هي 90% تقريبا من مكونات الشعر. واضح اسمها دكتور بروتين، اللي هي اللي بتغذي او المسؤوله عن الغذاء. هي الغذاء، يعني هي اصلا مكون الشعر الاساسي، يعني الشعر كله عباره عن بروتين. فعشان كده لما بنيجي نروح نشتري اي حاجه من الحاجات الكتير اللي موجوده في الماركت، بندور على حاجه مكتوب عليها البروتين، لان هو اهم طبقه في طبقات الشعر. اي مشاكل في الشعر بتبقى ريليتد بالمشكله في نقص البروتين الموجود في الشعر، اوكي. دي اهم المكونات بتاعه الشعر. طبعا في الجزء اللي هو بيبقى في فروه الراس، اللي هو جزء البصيله، ده اهم جزء برضو طبعا، يعني يكاد يكون بنفس اهميه طبقه البروتين، لانه كل ما بيحصل فيه مشاكل ده بينعكس على الشعر من بره، اللي هي البصيله بتاعت الشعر. طيب. اللي هي اوريدي بتبقى ريليتد بالدم اللي بيبقى جوه الجسم، اللي هو اوريدي بيبقى فيه النيوترينس اللي هي المواد الغذائيه اللي تخلي الشعريه تكبر. دي برضو بيبقى فيها مشاكل كتير قوي. دي مكون من المكونات الاساسيه بتاعه الشعر اللي هي البصيله. تمام. طيب الى جانب نقص البروتين او ضعف طبقه البروتين وكمان ضعف البصيله، في اسباب ثانيه لسقوط الشعر يا دكتور؟ الحقيقه السبب الرئيسي اللي بيعمل كل مشاكل الشعر هو نقص الدم اللي بيبقى واصل للبصيله بتاعه الشعر. ده اسمه في العلم او في الطب اسمه بلاد اوكسجينيشن ديفيشنسي، في البلاد اوكسجينيشن، نقص كميه الدم اللي واصله للبصيله. كميه الدم دي اللي هي بتبقى مليانه بروتين، بيبقى فيها مينرالز، بيبقى فيها احماض امينيه، بيبقى فيها مواد غذائيه. الحاجات دي اوريدي، الحاجات اللي احنا اوريدي بناكلها بتروح للدم. كل ما كمية الدم بتقل كل ما ده بيأثر على الغذاء اللي واصل للبصيلة، فالبصيلة تنكمش، فده يأثر على الشعر ويبتدي يظهر كل مشاكل الشعر. فده السبب الرئيسي لمشاكل الشعر. الناس دلوقتي بتحاول تجري بسرعة عشان تلحق التقدم في العلم وتعمل حاجات ريليتد بالجزء ده. يعني المشكلة ان كل الحاجات اللي موجودة بتشتغل بس على الشكل الخارجي، المظهر الخارجي بس. انما ان انا اجري بسرعة ادخل جوه البصيلة اكبر الشعيرات الدموية عشان الدم اللي واصل للبصيلة يكون اكبر، هو ده اللي العلم دلوقتي بيحاول ان هو يعمل.
جميل جدا دكتور، يعني من وجهة نظر حضرتك العادات السيئة اللي ممكن كتير جدا احنا نتبعها في وسط اليوم، ان احنا مثلا ده بيأثر على شعرنا، وكمان سوء التغذية، من وجهة نظرك ازاي ده بيأثر على الشعر؟ في عندي حاجتين من العادات السيئة. اول حاجة الدايت، الدايت بشكل غير منظم. في ناس بتعمل دايت ان هي تقطع الاكل بشكل كده مفاجئ، ده بيأثر جدا 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 مش بس على الشعر، بيأثر على الجسم كله. تمام، لانه بيقلل نسبة المواد الغذائية اللي واصلة للبصيل، فتلاقي الشعر فيه مشاكل، الجلد فيه مشاكل، الجسم كله فيه مشاكل. تمام. اوكي، الحاجات التانية اللي ممكن تأثر على على الشعر، الاكل اللي هو الجانك فودز. الجانك فودز بعد ما بيتحلل جوه الجسم بيبقى عبارة عن ميتالز ومينرالز، بتبتدي تروح مع الدم للبصيلة، بتأثر على البصيلة، بتخلي البصيلة ما تقومش بالواجب بتاعها او بالوظيفه بتاعتها بصوره كامله بصوره 100%. طبعا التدخين سبب من الاسباب المهمه جدا جدا، الاساسيه اللي دايما بتاثر على الشعر. بص الحقيقه يعني كل سبب هو سبب اساسي. يعني احنا مش قادرين نكسكلود سبب عن سبب، يعني كل سبب بيعمل حاجه مختلفه عن التاني. التدخين ده من الحاجات اللي برضو بتاثر بشكل كبير جدا وسريع، وتاثيرها سريع على الشعر. على الشعر والبشره. طيب مشاكل بقى الشعر عموما، احنا قلنا اسبابها كلها يا دكتور، سواء الداخليه او الخارجيه، مشاكلها بقى بتنحصر في ايه؟ ايه اشكال المشاكل اللي بتعرض ليها الشعر؟ مشاكل الشعر كلنا يعني، انتوا يمكن انتوا تقولوا لي مشاكل الشعر اكتر، لان انتوا الموضوع فانت تقولوا لي يعني. لو كده نعد لك دلوقتي، نعد مشاكل كتير يعني. حاجه من الحاجات اللي كل الناس، تأصف ده يعني، ده حاجة من الحاجات المنتشرة جدا. ضعف الشعر، الشعرية اوريدي بتكون كويسة، بعد وقت تلاقي الشعرية ابتدت تبقى ضعيفة. وانس ان الشعرية بقت ضعيفة تبتدي تتكسر وتبتدي تقع. اوكي، على فكرة باي ذا واي القشرة برضو بتيجي نتيجة مشاكل في الشعر، يعني يعني السوء. يعني مش موسم بقى ودي وراسة مثلا زي ما بنسمع القشرة ولا مين؟ القشرة. لا القشرة مش وراثة، القشرة بتبقى بسبب سوء معاملة الشعر. ما هو الناس من الأسف الشديد مش تغيير فصول بقى والكلام اللي احنا بنسمع عليه. بصي هو تغيير فصول ليه سبب يعني، ده سبب من الأسباب. بس في ناس في يعني في بدون تغيير فصول بيعانوا دايما طول السنة من وجود القشرة في شعرهم، إن هم بيعملوا أصلا حاجات على الشعر بتخلي القشرة تبقى متواجدة على الشعر. انت فاهماني؟ بس دي من الاسباب اللي يعني، دي من الحاجات الشائعه اللي حضرتك بتشوفها. يعني بصي مشاكل الشعر دلوقتي كترت جدا 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 يعني، وفي اشكال كتير ليها جدا. بيجيني ناس شعرهم كويس قوي وبعد كده الشعر يبتدي فجاه كده يقع من البصيله، الشعر ضعيف من الاطراف. النفسيه بتاثر يا دكتور. خلينا نتفق ان النفسيه دايما بتاثر على نمو الشعر وعلى حاجات كتير. الستريس اللي هو النفسيه ده عايز اقول لك عامل مثلا 60 70% من مشاكل اسباب سقوط الشعر. اوكي، النفسيه دي او الاستريس ده برضو حاجه من الحاجات الكبيره، فمقدرش اكسكلود سبب عن سبب يعني. كل الاسباب دي مهم ان انا احاول ان انا اعالجها. سبب بعين واحد. تمام. طب احنا دلوقتي يا دكتور اتكلمنا عن الاسباب وعرفنا تكوين الشعر، خلينا نروح بقى ايه يا دكتور في البوينت اللي كل الساده المشاهدين بيكونوا مستنيينها، وهي طرق العلاج. طيب قبل ما اقول طرق العلاج، احنا معانا فيديو عشان بس يعني يبقى الكلام كله واضح، اللي هو الفيديو بيوضح مكونات الشعر. يعني قبل بس ما نتكلم فيه، ده فيديو. اوكي، دي الشعريه نفسها، دي الطبقه الخارجيه اللي بتحمي طبقه البروتين اللي جوه. اوكي، دي مشاكل بقى. لو نقف هنا عند الصوره دي شويه من فضلكم، خلينا نرجع كده اللي في ايوه. هي الصوره دي. اوكي، الصوره دي كويسه قوي. دي لو احنا خدنا بالنا في الاول كان في طبقه فوق الجزء ده، دي الطبقه الخارجيه اللي ربنا حاملنا بيها البروتين. ودي يا نور الجزء بتاع البروتين اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هي تيوبس بتاعت البروتين دي انبروتكتد، بتتكسر باي تايم، تلاقي الشعر من الاطراف بتاعته ابتدى يتكسر. ده شكل الشعر من الاطراف. ده المتقصف يا دكتور. ده شعر متقصف وانبروتكتد. مشكله ان هو بيبتدي يتقصف يتقصف، يدخل على جوه، يعني يبتدي يضعف 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 لحد جوه، يسرح لفوق. البياض بقى اللي بيبقى موجود تحت ده ايه؟ الإيه؟ علميا في بياض كده بيبقى تحت، لما الشعره بتفتحي بيبقى مبيض كده، دي حروق بتبقى في الشعر؟ لا، دي بتبقى مشاكل في الانزيم المفروض بيدي للشعر لونه. ما هو الكيميكلز اللي هي المواد الكيميائيه اللي بنستخدمها على شعرنا بتعمل خلل في شغل الانزيمات. شغل الانزيمات اللي بتدي للشعر لونه، التلوين بتاعه. فبتخليها يعني غير متزنه، بيبان اول واحده شعرها اسود ومقصف، يبان انها من تحت كده مفتحه بتبقى لونها ابيض. ايوه، الشعريه دي على فكره باي تايم هتلاقيها بتتكسر وابتدت تقع، وسام تايمز كمان بتقع من البصيله. الخلل في الانزيمات. نعم، بطولها بتقع بطولها كلها كده. بتبقى الخلل في الانزيمات ده برضو من الحاجات الخطيره جدا بسبب سوء معامله الشعر. جميل جميل. تمام. لو نكمل الفيديو يا ريت. احنا قدامنا يا دكتور ده شعر المفروض ان هو يعني ده الشعر خشن، يعني هو اتحول بقى ناعم. هنعرف ليه. ده مكون الشعر. من فضلكم بس نقف عند دي.
دي الطبقه الخارجيه اللي احنا اتفقنا عليها. لو شلنا الطبقه الخارجيه وندخل جوه هنلاقي طبقه البروتين اللي هي عباره عن تيوبس كده، تمام. التيوبس دي بقى اللي فيها كل مشاكل الشعر. نقص التيوبس دي ونقص البروتينز اللي موجوده جوه التيوبس دي ده اللي بيسبب مشاكل بقى يا مروه كتير جدا 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 في الشعر. تمام. لو كملنا الفيديو نبتدي يعني ده اوريدي ماتيريال جايه من بره داخله جوه التيوب فبتكمل النقص بتخلي لونها هيلسي. لو انتم شايفين بصوا على الطبقه الخارجيه هتتغير ازاي، هيبقى شكلها عامل ازاي. نقف من فضلكم بس عند البوينت دي، لا اللي فاتت، عند اللون، عند اللون شكل الشعريه اتغير، شكل الطبقه الخارجيه اتغير. لو خدت بالكم ده اللي خلى الشعر لونه يبقى احسن، بقى هيلثي يعني. هو يعني اولموست ما راحش بقى ناعم، لا هو بقى شكله ناعم بقى بيلمع بقى طبيعي اكتر. الشعريه بتتبني من الاول بتتبني كده. من البدايه خلاص زي ما احنا شايفين بالظبط في الفيديو. طيب هل في حاجه يا دكتور او مستحضر او ماده من مادة ما يعني تقدر تخلينا نقدر نرجع بقى كل الحاجات اللي راحت من شعرنا؟ لان اعتقد ان معظم الحاجات اللي موجوده دلوقتي برضو ظاهريه بس ما بتغذيش يعني. هو للاسف الشديد الحاجات اللي موجوده ظاهريه بس. انا عندي خبر كويس ان دلوقتي في حاجات بتشتغل على الجزء اللي هو البصيله اللي انا اتكلمت عنه في البدايه خالص، ان هي بتزود نسبه الدم اللي واصله للبصيله فبتخلي البصيله تكبر، فالبصيله لما تكبر تبتدي تاثر على الشعر نفسه. جميل. دي تكنولوجيا حديثة لسه داخلة الماركت أو لسه داخلة عالم التجميل في مصر بقالها بالظبط سنة، اسمها النانو تكنولوجي. وعلى فكرة باي ذا واي الفيديو ده دي نانو تكنولوجي، دي طريقة شغل النانو تكنولوجي، إن هي بتشتغل جوه. لو خدت بالكم هي دخلت جوه الشعراية من جوه. ده مين أكتر اللي بيستفاد بيها يا دكتور؟ نعم، اللي بيستفادوا يعني منها مين يا دكتور؟ الناس اللي عندهم صلع مثلا أو بيعانوا من شعر خفيف؟ الناس اللي عندها صلع وراثي وكان نوت كنترول الصلع الوراثي، دي حاجه جيناتيك، دي حاجه ليها علاقه بالهرمونات والجينات. الناس مثلا كيس زي الصوره اللي معروضه دي، ده واحد اوريدي عنده شعر بس شعره خفيف، اوكي؟ من فضلكم بس الصوره اللي فاتت قبل الفيديو. نقف بس هنا، ده واحد عنده اوريدي شعر وشعره خفيف، اوريدي شعره خفيف، ده يعني ده ايديل كاستمر للتكنولوجي دي. ده التكنولوجي تجيب معاه نتيجه هايله جدا. انما التكنولوجي تطلع شعر جديد ده بيبقى بعد 3 شهور. بعد 3 شهور تبتدي تطلع شعر جديد بس برضو ما يكونش فيه مشاكل وراثيه. جميل. لو خدنا بالنا من الراس، فروه راسه لونها ابيض. ده مش اللون الطبيعي باي ذا واي، المفروض فروه راس تبقى لونها احمر احمر شويه. ليه؟ عشان الدم بيجري بسرعه ويجري يروح للبصيله، فلما الدم يروح للبصيله بنسبه كبيره طبعا دي الفروه الهيلسي اللي هي اصلا الفروه الهيلسي المفروض ما يبقاش لونها ابيض. فانت ازاي تعرفي عندك مشاكل في الشعر؟ تبصي كده في فروه الراس، لو لقيتي لون فروه راسك ابيض قوي تعرفي ان انت عندك مشاكل في الدم اللي وصل للبصيلات. فكره النانو تكنولوجي ان هي يعني احنا هنشوف في الكيس اللي هي اوريدي هنعرضها دلوقتي ان هي خلت لون فروه الراس اتغير، وصلت الدم بصوره اكبر للبصيله. نبدا نحرك الفيديو، فمن فضلكم بس نجيب بقى الفيديو ده. الفيديو ده دي سيشن، تمام. دي سيشن بتاعت النانو تكنولوجي قد ايه سهله قد ايه بسيطه. مجرد كريم معمول بالنانو تكنولوجي بيتحط بطريقه بسيطه زي ما انتم شايفين على الشعر، على الحتت اللي فيها مشاكل وعلى الحتت اللي ما فيهاش، لانه بيغذي الشعر كله. وبيدلك الشعر كله للطلوع. نعم، بتخلي يعني بتحفز الفروه كلها للانبات مره ثانيه، بيعمل اكتيفيشن للفروه كلها. الفروه مليانه ملايين البصيلات، فانت بتعملي اكتيفيشن للفروه كلها. تمام. بيتعمل بالطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين، بيدلك زي ما انتم شايفين. لمده قد ايه يا دكتور؟ ده بيتدلك يعني فروم 2 تو 5 مينتس ويتساب على الشعر لمده 30 دقيقه. يعني انت بتدلكيه عادي جدا كحمام كريم وبعد كده بتسيبيه على الشعر. واخده بالي يا دكتور هنا ان في يعني في شعر بقى كثيف، بس انا مش عارفه ازاي. الشعر فعلا بقى كثيف. هي فروه الراس ومفيش كات ابتدت تحمر قبل ما اسم الشعر. بصي على فروه الراس، لون فروه الراس ابتدى يتغير، ده على فكره في خلال دقائق، يعني الموضوع سريع جدا. لون فروه الراس ابتدى يتغير، الشعر نفسه شكله ابتدى يتغير، الفوليوم بتاع الشعر برده ابتدى يتغير، اوكي؟ ده بسبب لو رحنا الفيديو اللي فات ان هو بيجري بسرعه يروح لطبقه البروتين اللي موجوده جوه الشعر. حلو. فاداني نتيجه زي كده. لو خدنا بالنا وبصينا على الشعر لونه اتغير، لونه بقى هيلثي اكتر، بقى بيلمع شويه. تمام. فروه الراس ابتدت لونها يتغير. هي دي فكره النانو تكنولوجي، ان انت تجري وتروحي للسبب الرئيسي اللي مسبب كل مشاكل الشعر. اللي هي البصيل، ان انت توصلي للبصيل. بعد مرور 30 دقيقه المفاجاه والنتيجة كانت هايلة. دي كانت طبعا جميل جدا طبعا يا دكتور، ونتيجة واضحة ويعني مبهرة الحقيقة لما تشوف يعني
واحد بيعاني من اصلا ده شيع دكتور لكل الرجال، المنطقه الفاضيه اللي بتبقى في الوسط دي بتبقى شيع، بقينا نشوفها كتير وكمان في سن صغير. هو الضعف الشعر مش بس للرجال، ده كله دلوقتي بقى عنده مشاكل في الشعر. في عندنا كيسز عن ستات شعرها من قدام فاضي، لو خدنا بالنا بص لون الفروه راسها اتغير ازاي، لونها ما بقاش ابيض زي الاول، لونها بقى احمر. كل ما لونه يحمر قوي كل ما انا عارف ان الاوعيه الدمويه بتشتغل، الاوعيه الدمويه شغاله والدم بيجري بسرعه اكتر للبصيله، شكل الشعر ابتدى يغمق، الفوليوم بتاع الشعر ابتدى يزيد. لو خدنا بالنا لو نفتكر الصوره اللي قبل كده كان فروه راسه ابيض، كان لونها ابيض خالص، الشعر بتاعه كان ضعيف جدا 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 جدا. تمام، في صوره بعد كده برده بتوضح اكتر، يعني الصوره الثانيه من دي لو في امكانيه ان احنا نعرضها، بتوضح برده نتيجه النانو تكنولوجي ونتيجه الكريم اللي احنا استخدمناه، النتيجه الهائله بعد 30 دقيقه اللي هي بتجيب نتيجه بعد 30 دقيقه. الصوره دي هي الصوره دي دي او اللي فاتت الاثنين واحد، بصوا شايفين الفرق، بصوا الشعر بقى عامل ازاي. الدنيا تخيل ان بعد نص ساعه شعره يبقى شكله كده. هي دي الفكره بقى يا نور. ان احنا نبتدي، يعني احنا يعني يا جماعه بنشتغل بطريقه كده دايركت، يعني انت تحكمي ازاي على الحاجه على التكنولوجي دايركت، يعني انت هنا في تطور كبير قوي يا دكتور. ده التطور الحديث في العلم، انت عارفه العلم كل فتره بيحصل حاجات جديده وكل يوم بيتطور اكتر. ده احدث حاجه في العلم ريليتد بالشعر، لان الشعر دلوقتي احنا زمان كان الولاد الصغيرين ما كانوش بيعانوا من مشاكل الشعر، دلوقتي طبقه كبيره جدا من الاطفال بتعاني من الشعر، طبقه كبيره قوي قوي يعني. طب هنا يا دكتور المريض بيحتاج كام سيشن؟ يعني احنا دلوقتي شفنا سيشن بعد 30 دقيقه النتيجه بتبقى طبعا مبهره ازاي وهايله، طب احنا دلوقتي بنحتاج كام سيشن عشان نوصل للنتيجه النهائيه؟ كل شخص بيختلف، يعني من شخص مشكلته او مشاكله بتختلف من شخص لاخر. في حد عنده مشاكل سيفير، عنده مشاكل جامده جدا، محتاج ان هو يعني يعمل اكتر من سيشن. هو مين اللي انت بتعملي سيشن واحده بس في الشهر؟ بتعملي سيشن واحده بس في الشهر لمده ساعه بالظبط. بتعملي كل الابلكيشن بيبقى هم عباره عن اربع حاجات، بتغسلي بشامبو اورجانيك وبعد كده بتحطي البروتين وبعد كده هنشرح الصوره دلوقتي يا نور، بس اقول بس السيشن طريقه استخدامها، وبعد كده الماسك وبعد كده السيرم. يعني هي سيشن كامله عباره عن اربع حاجات بنستخدمها. الكيس دي سيفير قوي، اتكلمنا عنها برده في اكتر من مكان. ده حد زرع شعر، الجزء اللي قدام اوريدي كله كان فاضي، بس دي النتيجه النهائيه بعد زرع الشعر. لو خدنا بالنا لون فروه الراس ابيض، الشعر نفسه ضعيف جدا 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 ولونه بهتان. جميل، طبقنا عليه النانو تكنولوجي سيشن خلاص، وبقت النتيجه كده. ممكن تورونا النتيجه بعد دي؟ النتيجه بعد هايله، جميل جدا. يعني ايه رايك؟ هو عمل زرع شعر ويعني عدى من شقاء العمليه، وكانت النتيجه اللي قبل الصوره اللي قبل الصوره اللي قبل دي بعد نص ساعه. دي بعد نص ساعه بالظبط اللي حصل الاتي، الماتيريال وصلت للبصيله بتاعته. اللي حصل الاتي، الشعر بتاعه اتغذى اكتر، اتملى بروتين، فالشعر بتاعه فلونه غمق بالشكل ده. فروه راسه كان لونها ابيض، فروه راسه لو انتم شايفين بقى لونها احمر، وده معناه ان الماده وصلت للبصيله واشتغلت بسرعه. المريض بيبقى يعني المريض بيبقى مش مصدق. انا عايزه اسالك يعني المريض بيبقى مش مصدق، المريض بيبقى عامل ازاي؟ بصراحه بيبقوش مصدقين، خصوصا اللي عمل عمليه. يعني انا عملت عمليه وقعدت فتره، الولد ده عمل عمليه بس ما كانش مصدق بعد النتيجه، لدرجه ان هو كان فاكر ان الموضوع هيبقى وقتي، يعني مجرد ان هو يغسل شعره شعره هيرجع تاني زي الاول. جميل، ده واحد من الناس يعني لحد دلوقتي شعره ان بروجريس، يعني بيتحسن اكتر. يعني شعره بيتحسن اكتر، يعني مش بس كده، يعني المره الجايه هبقى اجيب لكم الصوره بعد 3 شهور. بعد 3 شهور بيوصل شعره اتغير تماما تماما. وبعد 3 شهور برده في حاجه مهمه قوي نانو تكنولوجي بتعملها، البصيله الواحده بيبقى فيها شعرايه واحده، البصيله ممكن تطلع اب تو 3 شعرات. انا لسه حالا كنت اسال حضرتك بالنسبه للبنات بقى اللي نفسها تقل شعرها اللي خف واللي وقع، معانا كيسز كتير قوي كده، الشعر الخفيف البصيله بعد استخدام السيشن بتاعت النانو تكنولوجي، البصيله نفسها بعد 3 شهور ابتدت تطلع شعر جديد. حلو قوي، فابتدى طبقه الراس او فروه الراس ابتدت تتغطى بشعر، فابتدى الشعر يبقى كثيف. عايز اقول لك نتيجتها اكتر من هايله. أوكي. تمام. طيب احنا لسه فقراتنا مستمره ولسه مكملين معاكم، هنروح لفاصل ونرجع على طول، ما تروحوش اي حته. الطبيب استكمالا عن كلامنا عن الشعر وعن مشاكل الشعر وسقوط الشعر بالنسبه للراجل وللست، لسه مكملين كلامنا عن احدث التقنيات اللي توصل ليها العلم والطب في علاج كل مشاكل الشعر وتساقطه، مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور هاني ثروت اخصائي عنايه الشعر والبشره. يا دكتور بجد احنا مبسوطين جدا جدا بوجود حضرتك معانا. الله يخليك يا شباب. اهلا بيك يا دكتور منورنا. يمكن موضوع مهم جدا، يمكن كل الساده المشاهدين يا دكتور يعني دايما بيسالوا عن مشاكل الشعر لانها بقت شائعه جدا،
كمان مش في عمر محدد ولكن في مختلف الأعمار. في البداية حابة أسأل حضرتك يا دكتور، إيه اللي توصل ليه العلم لعلاج الشعر؟ اللي توصل ليه العلم لعلاج الشعر النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي دي أحدث تكنولوجيا لعلاج مشاكل الشعر. النانو تكنولوجي تنفع للأطفال للرجالة للستات ولكل الأعمار. النانو تكنولوجي سيف على الحوامل على الرضع لأن هي أورجانيك 100%. النانو تكنولوجي بتحل المشكلة الأساسية اللي بتسبب كل أنواع مشاكل الشعر اللي هي نسبة الدم اللي واصلة للبصيلة. النانو تكنولوجي هي دلوقتي أحدث الطرق اللي العالم كله بيشتغل بيه في منتجات الشعر. تمام. طيب انا كنت عايزه اسال عن انه الست بيقع شعرها بطريقه فظيعه، يمكن الست يمكن بتكون شويه جسمها اضعف من الراجل، فهل ممكن يوصل سقوط شعر الست ان هو يسبب لها صلع؟ طبعا طبعا. يعني احنا في عندنا كيسز كده هنعرضها النهارده. في ناس بيبقى الجزء اللي قدام ده كده يبتدي يفضل لدرجه ان من كتر ما شعرها فاضي تبتدي تروح لمرحله الاكستنشن، ودي مصيبة كبيرة لأن شعرها أوريدي بيكون ضعيف. يضغط على الشعر ياخد الشعر الموجود ويقع. فلو ما لحقناش هنبتدي ندخل بقى في قصص كتيرة قوي ومشاكل أكتر، كفاية المشاكل النفسية بتاعت الشعر. أكيد. دكتور كنت أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال عن الشعر. لو إحنا مثلا في سيدة، ده سؤال خاص كده يعني إيه، لو في سيدة شعرها كويس مش خفيف، هي مش عايزة تقل شعرها تمام، لكن شعرها خشن او خد شكل مثلا لما من كتر ما بتصبغه من كتر مثلا ما حطت عليه مثلا ايه المستلزمات الشعر اللي حضرتك طبعا عارف انها بتدمر الشعر، خدت الشعر وخليته ناشف كده او قطعه واحده ما فيهوش اي رطوبه ما فيهوش اي لمعان ما فيهوش اي حيويه. تقصدي ان شعرها مشدوده؟ يعني مشدوده بتبقى واقفه كده وتحس انها ما فيهاش اي حيويه. بصي الشعرية المشدوده دي بتبقى ضعيفه جدا جدا جدا، كل مشاكل الشعر بتظهر فيها. كل المشاكل بتظهر حتى لو الشعر تقيل، بس هي بتعاني مش عارفه تسرح شعرها مش عارفه تعمله اي حاجه. باي تايم الشعر هيبقى خفيف يعني. لو الشعر تقيل باي تايم الشعر هيبقى خفيف. ليه؟ الشعريه نفسها عباره عن تيوب. التيوبز دي كلها عماله تطلع، يعني عماله الشعر عمال يفقدها، فكل ما البروتينز دي تقع من الشعر كل ما الشعر هيضعف ويخف. بعد فتره الشعر يقصف، بعد فتره الشعر يبتدي يقع من البصيل. انت محتاجه تعملي ايه؟ او البنت او الولد اللي بيعاني من نفس المشكله دي محتاجه ان انت تغذي الشعرايه من جوه بالبروتينز. اول ما الشعر يتغذى من جوه بالبروتينز الشعرايه نفسها تبتدي تاخد سبيس، تبتدي تتنفس. اوكي، ده حاجه. الحاجه الثانيه محتاجه ان انت نسبه الدم اللي واصل للبصيله اللي بتاعه الشعرايه دي لازم تزيد علشان تزود لها تحفز المواد الدوره اللي الدمويه هي للشعر. لا انت محتاجه مش تحفيز الدوره الدمويه. انا ما بتكلمش على التحفيز خالص دلوقتي. نسبه الحاجات اللي الدم بيوصلها للبصيله تزيد خلاص، فده ياثر على الشعرايه ونمو الشعرايه نفسه. انت فاهماني؟ تمام. بس ده اللي انت محتاجاه، محتاجه ان انت تزودي كميه البروتين اللي موجوده جوه الشعر عشان الشعرايه تبتدي تاخد شكلها الاساسي. السؤال بتاعك الفيديو ده ممكن يرد عليه. ده شعر المفروض ان هو شعر هيلثي 100%. دي الطبقه الخارجيه اللي هي بتتشد يا مروه. اوكي، ودي المشاكل بقى اللي بعد كده باي تايم زي ما قلت لك باي تايم الشعر هيبتدي يخف. بص انا قصدي بتحس ان الشعرايه، بص في الصوره زي ما طبعا كل الساده المشاهدين شايفين، تحس ان الشعرايه فيها اويل. بصي الشعرية دي الشعرية الأساسية ناشفة. دي الشعرية الأساسية، دي الشعرية الناشفة. ازاي نبتدي نحولها للشكل التاني؟ بالطريقة دي. النانو تكنولوجي بتعمل الآتي. اوكي، النانو تكنولوجي بتعمل الآتي. اللون ده بتدي دي بروتينز جوه بتبتدي تغذيها تبتدي تملى الشعرية من جوه خلاص. الطبقة الخارجية اللي هي الحراشيف الخارجية اللي بره دي بتبتدي تاخد شكل مرة تانية وتاخد شكل الايه الأملس خالص، شكل ملمس أكتر. فيبتدي يحول الشعر من الطريقة دي. لو خدتي بالك بصي شكل الشعر اتغير ازاي؟ تحس ان بقى صحي اكتر. بقى صحي اكتر. الشعريه لو خدتي بالك بصي الشعريه بقت هيلثي، بقت صحيه. الحراشيف دي كلها اخذت وضعها الطبيعي، شكلها الطبيعي. وبقت اتعالجت يعني. اتعالجت. فانت الشخص اللي بيعاني من ده، وعندنا سيدات وبنات كتير جدا يعني بسبب استخدام الاستشوار، البيبي ليس، الصبغات دي برده من الحاجات اللي بتدمر البروتين الأساسية في الشعر. تمام؟ محتاجه ان انت تعالجي الشعر وتعوضيه ببروتين خارجي وبروتين داخلي. فانت النانو تكنولوجي بتعوضك بالاتي، بتعوضك ببروتين داخلي، بتخلي البصيله بتاعت شعرك تبتدي تتاكتف تبقى نشيطه فتطلع بروتين طبيعي من جوه الجسم، وبروتين خارجي اللي هو اوريدي بيدخل لطبقات الشعر عشان يبقى عندك مدى تاثير على المدى القصير وتاثير على المدى البعيد. طيب نظرة بقى للمحجبات ومشاكل شعر المحجبات، طبعا لانه شعرهم متغطي بيقعد بفترات طويلة مشاكلهم كتير قوي. احنا فكرة احنا عندنا دلوقتي طبقة المحجبات عريضة جدا، ناس كتير جدا جدا من البنات محجبات،
بيحصل لهم مشكله غير التساقط، ان شعرهم بيتنحل يا دكتور شويه كده من قدام. المشكله دي ليها حل بعد ما الشعر فضي من هنا خالص كده؟ هل ليه حل؟ طبعا، هي الشعر بيفضى يعني الشعر بيبتدي يقع، بس البصيله لسه موجوده. أوكي. طالما بصيله شعر لسه موجوده فنانو تكنولوجي بتشتغل على البصيله نفسها. حتى ما بيقولوا الشعر رجع لورا، هو فعلا الشعر بيرجع لورا. البصيله قدام موجوده، فنانو تكنولوجي تشتغل عليها. احنا عندنا كيسز برضو لو ينفع نعرض الست اللي هي عندها الجزء ده فاضي. تمام. لا ممكن صوره الست، لان الصوره بتاعت الست تمام اللي هي عندها قبل ما تجهز معانا يا دكتور. الست اللي هي بيبقى عندها جزء، لو هي الصوره دي حلو. اوكي. لو خدنا بالنا، ادي الجزء اللي انت بتتكلمي فيه يا نور، الجزء اللي قدام ده ابتدى يفضى خالص. تمام تمام. ابتدى الشعر يرجع لورا بشكل ملحوظ جدا، فراغات ابتدت تبان. الفراغات ابتدت تبان، الشعر نفسه لونه ابتدى يبهت، ابتدى يبقى ضعيف. ده الحل بتاعه، ان احنا نجري بسرعه على البصيله ونعالج المشاكل اللي جواها عشان يديني النتيجه دي بعد 30 دقيقه. يعني دي النتيجه بتاعت نفس الست بعد 30 دقيقه. تخيلي الست كانت في منتهى السعاده. طبعا بصي، فروه الراس لونها اتغير ازاي. طبعا. وطبعا الشعر، طبعا يعني طالما فروه الراس لونها اتغير، الشعريه نفسها كمان اتغيرت. بصي لون الشعر ابتدى يغمق برضو، دي برضو كيس من الكيسز اللي بنشوفها كتيره جدا. بصي الجزء اللي في النص ده الشعر عمال يخف يخف يخف، الجلد بقى مش باين من كتر ما الشعر بقى كثيف او بقت غزه اكتر. الناحيه الثانيه دي بعد 30 دقيقه، ده الشعر بعد 30 دقيقه بالنانو تكنولوجي. دي مشكله بنواجهها كتير جدا وبنقابلها كتير جدا مع ستات كتير ومع سيدات كتير. ومعظمهم بيبقوا محجبات. جميل؟ جميل. دي مشكله بنواجهها كتير قوي خلاص. فدي نتيجه من النتائج الهايله. مهما استخدمتي من حاجات او مهما عملتي من ابلكيشنز على الشعر، مش هتديكي النتيجه دي. جميل جدا يا دكتور. دكتور بقى، عشان ايه، في اسئله كتير اكيد بتدور في اذهان كل الساده المشاهدين، حابه اسال حضرتك لو احنا توقفنا عن العلاج مع النانو تكنولوجي، كل المشاكل اللي بتواجهنا طبعا في الشعر، الشعر ممكن يرجع تاني ولا لا؟ بصي، النانو تكنولوجي المفيد فيها ان هي مش بتشتغل من بره، يعني مش مجرد ان انا احط حاجه على الشعر من بره وخلاص. مجرد ان انا اتغسل بشويه ميه، مش مستحضر خارجي بستفاد بيه. حاجه علاجيه. حاجه علاجيه بتروح للبصيله، فلما تغذي البصيله، البصيله تبقى قويه فتتغذى، فتغذي الشعر. وانس ان انت وقفتي، انت مش هيحصل لك مشاكل. ليه؟ لان البصيله اوريدي اشتغلت وبقت قويه. جميل. انما الحاجات اللي اوريدي اللي موجوده انت بتستخدميها بتبقى خارج، مجرد ان انت توقفي يرجع الشعر اسوأ من الاول. لا، النانو تكنولوجي من الحاجات برضو القويه اللي فيها ان هي بتشتغل على البصيله، فبتديكي نتيجه سريعه. ممكن توقفي في اي وقت بعد ما توصلي للنتيجه المرضيه ليكي ومرضيه للدكتور. تمام تمام. طب السيده اول لما بتبقى حامل، الدكتور بيمنعها ان هي تحط صبغه على شعرها وان هي تعمل كرياتين بروتين اي حاجه خارجيه تدخل؟ ممنوعه. هل بقى النانو تكنولوجي برده بيسري عليها نفس الكلام ده؟ النانو تكنولوجي بتسري على الاطفال، على الحوامل، على الرضع، على الرجاله، على الستات، كبار السن. طيب وكبار السن كمان، يعني هو اي حد عنده شعر، يعني هو اي حد عنده شعر عنده مشاكل في شعره يستخدم النانو تكنولوجي. جميل. الستات الحوامل او الرضع، الدكاتره بتمنع عنهم اي حاجه، يعني اي حاجه خاصه في اول 3 شهور. مظبوط. بعد 3 شهور الاولاني ممكن نستخدم النانو تكنولوجي وهتجيب معاهم نتيجه هائله جدا. ستات الحوامل عشان الحمل او الرضاعه، الشعر بيبتدي يقع من البصيله. الشعر بتاعهم بيقع من البصيله. وبيقع بطريقه غزيره جدا وبطريقه ملحوظه جدا. وبيبتدي الشعر يبتدي الفراغات اللي فيه تبتدي تبان. مع النانو تكنولوجي الموضوع هيكون مختلف تماما. دي سيشن، ده فيديو هنبتدي نشرح فيه ازاي الستات اللي بيبقى عندها مشاكل وعندها فراغات في الشعر تبتدي تستخدم النانو تكنولوجي. سيشن ده حد اوريدي شعره موجود، بصيلاته موجوده، شعره خفيف بس هايش كده، تحس ان هو ضعيف او هايش. ضعيف. هايش، لونه كده مش طبيعي، مش هيلثي. الكريم بسيط جدا معمول بالنانو تكنولوجي، اللي بيتحط على الشعر بالطريقه البسيطه اللي احنا شايفينها دي. تمام. وبيتعمل له تدليك تقريبا لمده 3 دقائق على الشعر زي ما احنا هنشوف دلوقتي. اوكي. مفيش حاجه صعبه خالص، يعني ممكن الست تعمله في البيت، الام تعمله لبنتها او لابنها في البيت، يعني الراجل ممكن يعمله في البيت كانه بيحط جل او كريم على شعره. الموضوع بسيط جدا، مش محتاج ان انت يعني الكريم ده ممكن اي حد يشتريه ويستخدمه. طبعا ممكن اي حد يشتريه ويعمله في البيت، الموضوع سهل قوي. يعني الابلكيشن زي ما انت شايفه سهل قوي، مجرد ان انت بتحطيه بتدلكي بيه الشعر وفروه الراس، خلاص ساب على الشعر لمده نص ساعه. بعد كده بنحط الستاب الثانيه اللي هي الماسك، خلاص بتلاقي الشعرايه ابتدت تغمق اكتر، شعرها ابتدت تتخن اكتر، الفوليوم بتاعها يزيد اكتر، لون فروه الراس ابتدى يتغير، بقت شكلها صحي اكتر. جميل. خلاص، وشكلها هيبان اكتر كمان بعد ما نخلص.
برضو بتعملي نفس الابلكيشن، بتعملي تدليك، كل ما تدلكي اكتر كل ما تحفزي البصيله ان هي تشتغل اكتر، بتحفزي الدم ان هو يشتغل اكتر، تمام؟ عشان النانو تكنولوجي تجيب نتيجه. يعني موضوع المساج ده، ان انت تعملي مساج تدليك بالكريم على الشعر، بيساعدك ان انت تاخدي نتيجه احسن. بيساعدك ان انت تاخدي نتيجه احسن. بصي النتيجه بعد ما خلصنا، الشعر بقى عامل ازاي؟ لون فروه الراس بقت عامله ازاي؟ احمرت طبعا. هل ده يا نور نفس لون الشعر اللي احنا ابتدينا بيه في الاول؟ احنا كنا بنديين بيه ذهبي فاتح. يعني كانه بلوند، بس هو مش بلوند. ما بعد 30 دقيقه دي النتيجه يا دكتور اللي ظهرت. بعد مرور 30 دقيقه ده بقى الشعر يا مروه. طبعا النتيجه مبهره. فظيعه. وسريعه. ونتيجه كويسه جدا ومرضيه جدا جدا للمريض طبعا. للمريض. عايز اقول لحضرتك ان في مرضى كتير جدا بيعانوا من مشاكل مختلفه في الشعر يا دكتور، يمكن يقسوا من علاج الشعر، او يعني ما اقول لك ايه، يقسوا ان هم ازاي يتعاملوا مع شعره، لدرجه ان في ناس كتير اتحجبت عشان بتعاني من مشاكل مختلفه في الشعر. حضرتك بقى النهارده تقول يعني تنصحهم بان هم يستعيدوا صحه شعرهم تاني، وان شعرهم يبقى صحي اكتر. انا عندي كيس اوريدي اتحجبت بسبب، انا لسه بقول لك بسبب مشاكل الشعر، عندها مشاكل كتير جدا في شعرها. بعد بالظبط شهرين البنت جات لي زياره في الشغل، جايه تشكرني وجايه مش محجبه، مشاكل الشعر بتاعتها اولموست يعني تقريبا بنسبه 50 او 60% انتهت. اللي هو يعني انا نفسي انبسطت جدا جدا. فمع النانو تكنولوجي ان شاء الله باذن الله مش هيبقى في مشاكل في الشعر خالص. الناس هتلاقي خد نتيجه فوريه. فوريه بعد 30 دقيقه طبعا، مفيش اكتر من كده، مفيش اسرع من كده. يعني يبقى في نتيجه كده، الموضوع صعب قوي. الموضوع مبهر. اتفضلي. انا طبعا مستعجله جدا جدا. عندك اسئله كتير انا عارف. لا، علشان عايزه نصايح للشعر. نصايح للشعر؟ عايزه نصايح، عايزين نستفيد يا دكتور بقى احنا. حاضر. يعني لازم نعرف كام كلمه كده للبنات اللي قاعدين دلوقتي بيتفرجوا علينا، نصايح مهمه للشعر من حضرتك. انا هقول نصايح اللي مش بس للبنات، هقول نصايح للبنات، للبنات الصغيره، للستات الكبيره، للناس الكبيره في السن، للرجاله، للاطفال. اول حاجه نبعد عن الحاجات اللي فيها كيميكلز، نبعد عن الحاجات اللي فيها كيماويات. تمام. ميزه النانو تكنولوجي ان هي ما فيهاش كيميكلز، يعني السيشنز اللي احنا بنستخدمها ما فيهاش كيميكلز خالص. ميزتها ان احنا بنبعد عن الكيماويات، فاحنا كده بنمشي في الطريق الصح، بنغذي الشعر. اوكي؟ تاني حاجه طريقه التغذيه. الاكل، نبعد شويه عن الجانك فودز ونروح شويه ناحيه الفواكه والخضروات. مهم قوي ان انا اعمل ده. تمام؟ الكيس دي انا عايز اشرحها يا جماعه، لان الكيس دي ليها ستوري معايا. اوكي؟ ده ولد لو انتوا شايفين ده شعره، ده على فكره الشعر بعد 3 شهور. دي كيس بعد 3 شهور. دي النتيجه. دي النتيجه بعد 3 شهور، دي قبل وبعد. طبعا كان رايح للصلعه اللي اتكلمنا عليه، تمام؟ بس ده يعني ده مش طالع براسي، احنا اوريدي الشعر موجود، بس سوء معامله الشعر هي اللي بتوصل الشعر لده. استخدمنا عليه التكنولوجي والسيشن بتاعتنا، وبعد 3 شهور كانت دي النتيجه. انا كنت ما عرضتش النتيجه بعد نص ساعه، كنت عايز اعرض النتيجه بعد 3 شهور عشان تشوفوا الفرق بعد 3 شهور. كبير جدا طبعا. الفرق بيبقى عامل ازاي؟ لو خدتوا بالكم الشعر بقى كل الفراغات ملت، كل الجلد يا دكتور او الفراغات ملت، خلاص بقى عنده شعر. يا جماعه ده حد بقى عنده شعر. فدي من ضمن المميزات بتاعت كده، اكتملت الصوره او اكتمل المظهر زي ما انا كنت بقول لحضرتك. هنا بتهيالي الحاله قبل، يعني اضعف كتير من الحاله اللي قبل كده اللي احنا شفناها. دي برضو بعد 3 شهور. دي نتيجه اكتر من هايله، تمام؟ لو خدنا بالنا الشعر تقريبا اولموست بيتغطى، يعني ولسه كمان، يعني ده لو كمل 3 شهور كمان على السيشن، الشعر هيبقى احسن اكتر. اكتر من كده. هيبقى اكتر من كده، لان انت اوريدي بعد 3 شهور بتاع البصيله هتبتدي تطلع شعر جديد. فالفراغات دي هتبتدي تتغطى اكتر، فيبقى عنده اوريدي شعر احسن. طيب دكتور، في بقى دي برضه يا دكتور حاله. دي بقى اللي شايع قوي بنشوفه في كل الرجال، ان الحته اللي في النص دي تفضى خالص. دي يعملوا بقى ايه يا دكتور؟ احنا عندنا مشكله في الجزء ده، ان مفيش ماسلز، مفيش عضلات. العضلات دايما هي اللي بتخلي الدم يجري للبصيله. الجزء ده مفيهوش ماسلز، فانا محتاج ان انا اعمل حاجه تخلي البصيله تبقى قويه، فتخلي الدم اللي وصل البصيله يبقى اكتر. دي بنشوفها كتير جدا مع الشباب. ده يعمل كام جلسه عشان تغطي المنطقه دي يا دكتور؟ دي بعد 30 دقيقه، يعني الصوره دي بعد 30 دقيقه. يعني سيشن واحده. دي سيشن واحده بعد 30 دقيقه. لو خدتي بالك اللون الابيض هو اوريدي الشعر موجود. ودي كمان بعد 30 دقيقه. اوكي؟ الشعر اوريدي موجود، الشعر الابيض موجود، او سوري اللون الابيض بتاع فروه الراس موجود. الشعر خفيف. خفيف جدا. اشتغلنا عليه فاداكي النتيجه دي بعد 30 دقيقه. تخيلي بعد 3 شهور النتيجه هتبقى عامله ازاي.
هي نانو تكنولوجيا اكتر من هاي. بتتحط بس على المنطقه المصابه ولا ممكن على الشعر كله؟ لا بتحطيها على الشعر كله، لان انت فور شور ادام عندك جزء مصاب يبقى الشعر كله مصاب، الشعر عندك مشاكل هيتاثر بده طبعا. بس اكتر جزء بيبقى فيه مشاكل الجزء اللي هو اللي ورا زي ده كده، او الجزء اللي قدام. يعني او الجزء اللي قدام ده برضو كيس ثانيه، دي بعد 3 شهور لو خدنا بالنا الايفكت بيفور وافتر حاجه اكتر من رائعه. تمام، برضو نفس القصه. بصي لون فروه الراس بتاعته اتغير ازاي، بقى لونها احمر قوي. يعني في اكتيفيشن، في دم واصل للبصيله، في غذاء واصل للبصيله. لون الشعر نفسه اتغير، دي كيس برضو بنشوفها كتير جدا. ده بقى عنده كل حاجه. ده عنده الجزء اللي ورا والجزء خفيف اللي قدام، في هيشان في الشعر، في فراغات من اول شعر ضعيف. قدام بيبتدي ينحل من ورا برضو نفس النظام، الشعر ضعيف لو خدت بالك، مهيش وضعيف كده من ورا. لو خدنا بالنا بقى الصوره بعد، لا الصوره بعد مختلفه خالص. الشعر اللي موجود ابتدت البروتينز تملاه، ابتدى ياخد بروتينز، وكذلك الشعر اللي ورا ابتدى شكله يتغير ولون فرط الراس ابتدى يتغير تماما. فده تاثير النانو تكنولوجي. هايل جدا يا دكتور. دي صوره ثانيه برضو من ده، دي مش سيفير شويه، بس بعد فتره دي هتبقى سيفير، هتبقى شديده. يعني الجزء ده هيبتدي يسرح اكتر. دي النتيجه بعد 30 دقيقه من استخدام النانو تكنولوجي. دي برضو بعد 30 دقيقة. بيجننوا يا دكتور. اوكي. ده برضو رايح للجزء اللي هو الجزء اللي ورا ده، يبقى ابيض، يبقى فاضي. ده بعد 30 دقيقة النتيجة كانت أكتر من هايلة وأكتر من رائعة. اوكي. الحقيقة الناس بعد ما بتشوف النتيجة قبل وبعد ما بيصدقوش النتيجة. ما بيصدقوش النتيجة، ويروحوا البيت متخيلين هما لما يروحوا البيت شعرهم هيروح تاني. هيحصل تاني نفس المشاكل، الشعر هيرجع تاني. لا، الناس بعد 3 و4 أيام بتتكلم تشكر علشان خاطر هم لقوا نتيجة هايلة جدا. ده هم على فكرة يا دكتور كمان بيخافوا لحسن يكون الشعر هيقع أكتر من الأول. لا ده أنا عايز أقول لك على حاجة معلومة. أنت بالنانو تكنولوجي الشعر أصلا لو في تساقط، نسبة التساقط بتقل جدا بعد 3 شهور. يعني تقريبا نسبة التساقط بتقل بنسبة 100%. بعد 3 شهور نسبة التساقط بتقل جدا. بنسبة تقريبا 100%. بعد 3 شهور بتبقى نسبة 100%. ما احنا شفنا الصورة بعد 3 شهور عاملة ازاي. شعر بقى هيلثي جدا جدا جدا. دكتور بيجي لنا أسئلة كتيرة، في بعض السيدات وبعض البنات عايزين يعرفوا ايه الفرق بين الكرياتين والبروتين. طبعا ناس كتير قوي بيستخدموهم، ولكن حتى الآن ما يعرفوش ايه يفرقوا بينهم. بصي ناس كتير جدا بتسألني السؤال ده، وفي معلومات شوية غلط موجودة. الكيراتين هو عبارة عن بروتين من البروتينات الاساسيه لتكوين الشعر، بيكون 90% من تكوين الشعر. فاي حاجه جواها كيراتين، يعني اي حاجه فيها كلمه كيراتين، دي حاجه رائعه، لان هي من مكونات الشعر الاساسيه. الكيراتين هو لازم لنمو الاظافر اللي هي الضوافر يعني، والجلد والشعر. دي حاجه اصلا يعني ربنا خلقنا بيها، فدي ماده من المواد المهمه عشان الشعر يبقى هيلثي. جميل. هو دلوقتي ريسنتلي فابتدوا يجروا عشان يعني في حاجات بتبوظ الكيراتين، في ماتيريال بتبقى موجوده مع الكيراتين ده انا بقوله وحش. حضرتك بتقول ان هو مفيد جدا، ولكن في بعض المواد المضافه ليه بشوف انها بتاثر على الشعر. لو جبتي اي حاجه وحطيت لها اي ماده مضافه ضاره هتضر. يعني لو جبتي مش بس حاجه للشعر، لو جبتي وات ايفر اي حاجه وحطيت لها ماده كيميكال هتلغي فوائدها، هتضر، فهتلغي فوائدها. هي دي الفكره. انما الكيراتين ككيراتين ده بروتين من البروتينات الاساسيه لنمو الشعر. اوكي. فالناس بتسالني دايما انا عايزه بروتين عشان البروتين يغذي، انا مش عايز كرياتين عشان الكرياتين وحش. لا، الكرياتين يا جماعه هو نفس البروتين خلاص. بالعكس الكرياتين اهم من البروتينز الموجوده. يعني البروتينز الموجوده جوه الشعر يعني بتمثل تقريبا 90% اهمها الكيراتين بنسبه 90%. فلما اركز قوي على الكيراتين انا كده عالجت مشكله كبيره جدا من مشاكل الشعر. فده هو ده، ما تخافوش حد يضحك عليكم. يعني البروتين هو الكرياتين. بجد يا دكتور هاني حضرتك نورتنا النهارده، اتكلمنا في كلام كتير جدا عن الشعر وازاي نعتني بشعرنا، واتكلمنا كمان عن النانو تكنولوجي وبقى ليها الفضل الكبير جدا على تغذيه الشعر وعلى اعاده انبات الشعر مره اخرى. كان منورنا النهارده من داخل استوديو دكتور هاني ثروت اخصائي العنايه بالشعر والبشره. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا. ان شاء الله توعدنا بزيارات ثانيه وبلقاءات ثانيه يا دكتور. ان شاء الله. ميرسي لحضرتك جدا يا دكتور، وبجد احنا استفدنا جدا من كميه المعلومات اللي احنا خدناها النهارده، ودينا امل لناس كتير فقدت شعرها انه ان شاء الله رب العالمين شكلها هيبقى احسن في الفتره اللي جايه. مشاهدينا انتظرونا وفقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.